نفسوا حط ايديك فوق راسك عبي اكسجين طالع نفس عبي اكسجين هسا بشبك لفوق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جانب شباب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 العكس يا شباب لو خلف الدفين يا محمد عدلهم يا خلف مع بعض مع بعض 5 4 3 7 8 9 10 اوكي لا خلاص هذا كان هنا في ايدك ثاني شايفين من برا من جوا طلع حلا برا اتفقنا؟ نقول بسم الله مع بعض اول شيء الرجل الخلفيه 1 اليمين 2 3 اعلى 4 اعلى 5 6 7 8 9 10 الرجل الثاني اللي ما ببدل حط على الرجل الثاني 1 الرجل الثاني يا خالد الرجل الثاني 2 3 4 5 شد ركبك شد ركبك لا تعمل لي هيك افردها كامل 5 بعتقد الابطال والناس اللي حابه انها تصل لمراحل متقدمه انها تكون مرحله اعداد خاص لك في البيت من خلال تطوير مهارة معينة زي ما قال الروسي أنا لا أخاف من الشخص اللي عنده 1000 حركة أنا بخاف من الشخص اللي نفذ الحركة الواحدة 100,000 مرة أو 1,000 مرة يعني عندي حركة واحدة متقنها صحيحة جدا ممكن أصيب فيها وأقتل هنا الشخص بكون وصل لمرحلة الناتج العملي يطول حركة ومهارة مهارة إحنا معنا وقت لا تقول لي فيش وقت هاي بطولة قربت الوزن مش قادر لحق المهارة يا الله البطولة قربت المستجدات لا معكم الكاسي